وبدأنا نشوف مجموعة من اللعيبة اللي انت كنت حاسس ان هي بعيد جدا جدا بدأت ترجع. يعني لو انت ما عندكش انصاف، ما عندكش انصاف، هتبقى شايف ان مصطفى شلبي ماشي كويس. ده انت لو مش منصف، فلو انت منصف هتتكلم بشكل كويس جدا جدا على مصطفى شلبي والحالة اللي هو بيقدمها. وتاني وتالت ورابع لازم تتعود ولازم تتعلم ان الكرة متغيرات واداء اللاعب ده متغير، وطالما اللاعب بيقدم افضل حاجة عنده علشان يقنعك في الملعب ويقنع جماهيره ويقنع الناس، يبقى من الانصاف ان انت تشوف كده. شفت الجون وجماله وحلاوته زي ما كنت بتكلم بعلق عليه في الاول، خلاص طلعت قماشة درش جول حلو. مصطفى انا بفتكر كلام الكابتن حلمي طولان دايما، اول لما بشوف مصطفى شلبي قال لك هو بس لسه خجول شويه، لسه ما تشرسش شويه، لسه ما دخلش جوه الزمالك شويه. قال لي اصبر بس عليه، هو مدربه كان في امبي، قال لي اصبر عليه بس يخش جوه المنظومه بتاعت الزمالك ومع الفرقه والحاله تتحسن هتشوف حاجه كويسه من مصطفى شلبي. حدث ولا حرج النهارده على الاهداف اللي فيها شغل، ده جول في شغل، الجول بتاع فتوح فيه شغل، مش ده الزمالك قدام فاركو قبل كده. فلا الزمالك ماشي على طريق صح، الزمالك ماشي على طريق صح على الصعيد الفني. وبعتقد انه بالاخبار والتفاصيل الكتير اللي احنا شايفينها ومتابعينها، لا الامور فرقت كتير. يعني الاسبوعين اللي فاتوا دول فارقين كتير، باينين في الملعب من ناحية الفنية ومن ناحية البدنية كمان. طيب على بقى صعيد الزمالك وناوي يعمل ايه والامور ماشيه ازاي والعقود والحاجات اللي زي ما حضراتكم تابعتوا، عشان برضو تبقى انت في الصوره. لسه كمان اللي جاي افضل بكتير للزمالك، لكن احنا انفردنا هنا بالخبر المتعلق ببن شرقي وانه اتفتح الباب وانه في كلام والدنيا رايحه في اتجاه انه بن شرقي لو الجزيره هيسيبه وخلاص، وبعدين الناس كلها بقى اصبحت تتكلم في الخبر وفي المعلومه ديت. المهم في القصه بتاعت بن شرقي هو الجزيره مش بن شرقي نفسه، بن شرقي اموره تقريبا خلصانه، هي القصه في الجزيره دي نقطه، نقطه يعني الاتفاق يعني تمام، هي القصه بس في نادي الجزيره الاماراتي. اديك انت شايف سيف فاروق بيجدد تعاقده، فالامور ماشيه كويس في الحته دي تحديدا. ده هيدي انطباع لكل اللعيبه بالهدوء، هيدي انطباع لكل مسلوسي سيف الجزيري، حاجات اللي شبه كده بتطمن اللعيبه تحسسها ان الدنيا ماشيه كويس، وبالتالي تدي انطباع ايضا كمان للجمهور. اذا الامور تسير بشكل كويس.